السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد الإخوان الأعزاء. اليوم إن شاء الله في فيديو جديد غنشوفو هاتف جديد من هواتف هواوي اللي هو إكريك ناف 2019، بعد ما صدرت هاد السنة هواوي في سلسلة الواي هاتف الواي 7 وكذلك الواي 9 2018، هي تعود لتصدير هاتف الواي 9 2019. على بركة الله نديرو فتح العلبة ونشوفوا المحتويات ديالها ونشوفوا كذلك الهاتف. على بركة الله، العلبة ديال الهاتف هذه كما كتشوفوا هواوي ماروك، هذه غارونتي ضروري يكون هاد الطابع هذا. جبت لكم هاد الهاتف هذا في هاد اللون هذا، هادو الايمي ضروريين. الهاتف نتركوه جانبا، نشوفوا محتويات العلبة. سكرينة من البلاستيك، كفر، كفر من السيليكون لمنع الخدش، دليل التشغيل بجميع اللغات، شاحن 5 فولت 2 أمبير، كابل ميكرو USB ماشي تايب سي، وسماعات الجودة ديالهم. سماعات، إذن هذو هما محتويات العلبة. إذن بعد ما شفنا محتويات العلبة، أجي دابا نحيدو هاد البلاستيك هادو، اللون صراحة جميل. كما كنشوفو تصنيع ديال الهاتف هو ليس من الزجاج بل من البوليكربون، بوليكربون بلاستيك مقوى، دخل الشحن، دخل السماعات، سماعة خارجية، ميكروفون من الخلف، شعار الهواوي. هنا الكاميرا كدعم الذكاء الصناعي، بصمة الأصبع كذلك كيدعم وسيلة الحماية الأخرى اللي هي الفتح عن طريق الوجه. إذا هادشي نخليه حتى للمراجعة، نطرقوا ليه الإخوان. دابا نشعلوا الهاتف، طبعا كيدعم شريحتي اتصال نانو سيم زائد كارت ميموري.
رجاء الإخوان اللي مازال ما مشاركش يشترك معنا في القناة، لأن هناك مراجعات في الطريق إن شاء الله. إذا هذا هو الهاتف لجريك ناف 2019، شكل مميز، تصميم رائع، خليكم معنا. من بعد غنشوفو المراجعة ديالو، نشوفو هل يستحق الشراء، واش يقدر يتغلب على المنافسين ديالو شاومي ريدمي نوت 6 برو وكذلك الهونور الايت اكس. يلا الإخوان، كانت هذه فتح علبة الهاتف. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.